دي كلها تفسيرات قدام المدير الفني كراجل مسؤول، لكن مش معقولة ان احنا بندي نفسنا كصحفيين حق ان احنا نقيم كمان الجهاز الطبي، ونبدأ نتكلم على دكتور على انه هو اخصائي تأهيل وما هوش اخصائي تأهيل، فيتهم بقى الدكتور خالد محمود ان هو سبب تأهيل رامي ربيعه. بس كمان بص يا ابراهيم، احيانا بتتكتب حاجات تضايق وتزعج، لكن كمان لما يتقال لك ان مزق باحد بعضله الضم باحد القدمين وتمزق 7 سم بالقدم الاخرى، يعني الوضع غريب جدا. يا سوء بخت نادر ما حصلتش، اصل الاثنين ضم، واحده تمزق بسيط والثانيه قطع 7 سم ولا تمزق 7 سم، يعني يعني شيء ربنا يكون في عون رامي ده، لان اصابات غريبه مش هي نفس الاصابه كل مره. فارجو ان ربنا يعافيه، احنا مش بندور على مين المسؤول دلوقتي، دي مساله الاهلي يحددها، لكن لازم يعالج هذا اللاعب بمنتهى الدقه والتاني، وهو يكون احرص واحد ينسى خالص موضوع انه لازم الحق كاس العالم باذن الله الحقه، لكن ما يحطش نفسه تحت هذا الضغط. لازم كويس انه راح المانيا. ما هو يعني دي اصابه انا بشوفها غريبة، ارزل من الغضروف وارزل من الصليبي. الصليبي بيبقى واضحه بتاخد وقت صحيح، لكن دي اصابات انا اول مره اسمع تمزق 7 سم في الضمه ده. فربنا يشفيه. اللهم امين.